فجعله ولا ضالين ولا مفتونين. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل إلينا القرآن الكريم لا ليكون منهجا لحياة النبي وصحبه، ولكن ليكون منهجا لحياة الأمة من أولها حتى تقوم الساعة. فقال مخاطبا لكم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن المتأمل في هذا النص العظيم يجده لم يكتفي بالأمر المباشر الصريح بالاعتصام، بل عقبه بالتوكيد بقوله عز قائلا: جميعا. إنك كفرد من أفراد هذه الأمة مطالب بأن تنفذ هذا الأمر ابتداء من ذاتك الفردية، ثم يردف الله هذا التوكيد بنهي إما أن نعتصم ونكون أمة واحدة.